أخبار اليوم. جامعة عين شمس إحدى الجامعات العريقة الموجودة في مصر والمعروف عنها دورها التنموي في المجتمع. النهاردة من خلال هذا الدور قامت جامعة عين شمس بافتتاح مركز ذوي الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل المعاق. يا جماعة بعد إذنكم حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس. اهلا بحضرتك في بوابة اخبار اليوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بقى. في البداية حابين حضرتك تكلمنا عن فعاليات اليوم النهارده. هو الحقيقة اليوم كان بيتضمن افتتاح مركز اعقاد الطفولة واكاديمية الطفولة التابع لمعهد الطفولة جامعة عين شمس. هذا المعهد بقى له اكتر من 25 سنة بيقدم خدمات مهمة جدا للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تربوية، نفسية، علاجية، طبية. المعهد بيقدم شهادات دراسات عليا، دبلوم، ماجستير، دكتوراه في مجالات دراسات الطفوله من الناحيه الطبيه والنفسيه والاعلاميه. هذا المركز اقيم باموال اهل الخير، جامعه ما دفعتش فيه حاجه، جامعه بس تبرعت بالارض والمبنى كله بجميع تجهيزاته قام باهل الخير. المركز والمعهد بيقدم خدماته باكثر بنسبه 80% بالمجان لاطفالنا. أطفال مصر ذوي الاحتياجات الخاصة ليهم حقوق علينا كمجتمع، ما ينفعش نسيبهم. الدراسات العلمية أثبتت إن لما نشتغل معاهم من بدري ونعمل لهم شغل على مستوى عالي بيتحولوا إلى شباب منتج بعد كده، وشباب يقدر يساعد في تنفيذ خطط التنمية على مستوى البلد. ندعو من خلال بوابة أخبار اليوم أهل الخير، منظمات المجتمع المدني، البنوك والشركات العاملة في مصر أن تساعد هذا المركز وهذا المعهد وتساعد الجامعة على أداء خدماتها، لأن إحنا بنقدم معظم هذه الخدمات بالمجان في حدود إمكانيات المعهد والجامعة، فعايزين دعم أكتر لأن إحنا ده دورنا وواجبنا إن إحنا نقدم هذا لأطفال مصر. دكتور حسين، جامعة عين شمس مشهورة جدا بدورها المجتمعي ورعايتها لكذا مجال من ضمنهم مجال الطفولة اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة. إمتى بدأت التفكير في إنشاء الفكرة نفسها أصلا بتاعة المعهد؟ وكانت يعني مين اللي فكر فيها؟ المعهد طبعا أساتذتنا بتوع طب الأطفال فكروا فيها، والطب النفسي ودراسات الطفولة، نعمل معهد لدراسات الطفولة متخصص في مجالات التربوية والنفسية والإعلامية والطبية. الفكرة بدأت، مجلس الجامعة وافق، أنشئ المعهد من حوالي 25 سنة، وبعدين بدأنا نفكر مش بس إنه يعمل دراسات وأبحاث والطلبة تاخد ماجستير ودكتوراه، لا، لازم يقدم خدمات للمجتمع. فبدأ بمركز إعاقات الطفولة ثم تحولت إلى أكاديمية اللي بنفتحها النهاردة وبتقدم خدمات على مستوى عالي جدا جدا، والجديد في المستقبل تعاون بين هذه الأكاديمية وهذا المعهد وكلية الطب. كلية الطب طبعا عندنا قسم طب الأطفال قسم متقدم جدا جدا عندنا في طب عين شمس، فالجديد هو تعاون الاثنين مع بعض من أجل تقديم خدمة متكاملة لأطفال مصر اللي هم أغلى حاجة عندنا. طيب لو نكلم الناس العادية عايزة تعرف ازاي ممكن يقدموا في المعهد او ازاي ييجوا وايه الاجراءات والورق المطلوب منهم؟ ابدا حضرتك، هو ولي الامر بيجي مصطحب طفله وبيتقدم الى المسؤولين في الدور الاول هنا في اكاديمية الاعاقة،
وبيقعد مع طبيب او اخصائي بيعرف منه الحاله، والاب بيشرح الابنه يعني بيشتكي من ايه، وفي نفس اليوم بيبدا يتوزع الطفل على العياده المتخصصه اللي بتبدا ترسم له برنامج علاجي، ويجي بعد كده بجدول اسبوعي منتظم لحد ما يعني يتم الشفاء ان شاء الله. يا ترى ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنلاقي اطفال خريجي للمعهد هنا ليهم علامات او حصل لهم تقدم علاجي او نفسي في الفتره اللي جايه؟ انا شفت النهارده اعمال فنيه رائعه عملوها الاطفال اللي حصل تقدم في حالتهم الصحيه، اعمال فنيه واعمال يعني باستخدام بعض المواد الخاصه بالبيئه، عملوا شغل حقيقه ينم عن التقدم الكبير اللي حصل في حالتهم الصحيه. بعض الاطفال قياسات الذكاء اللي بتتعمل لهم كل شويه بتنم عن ارتفاع مستوى ادراكهم ومستوى مهاراتهم ومستوى ذكائهم. عندنا الحقيقه علامات تشير الى ان في تقدم كبير بيحصل في مستوى الاطفال. استاذ الدكتور حسين عيسى دايما برحب بيك ضيف عزيز في بوابه اخبار اليوم. شكرا جدا، شكرا.